نبتت نابتة بعد انقضاء القرون المفضلة على يد الجعد بن درهم الذي تلقى عقيدته عن اليهود، تقول إن القرآن مخلوق، إن القرآن مخلوق، وإن الله لا يتكلم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إن الله لا يوصف بأنه يتكلم، وإنما إضافة الكلام إليه إضافة مجازية، لأنه خلق الكلام في غيره، فخلقه الله في اللوح المحفوظ أو في جبريل أو في محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي تكلم هو المخلوق الذي خلق الله الكلام فيه. ويا سبحان الله، كيف يضاف الكلام إلى غير من تكلم به؟ كيف العقول ما تقر هذا، إن الكلام يضاف إلى غير من تكلم به، ويقال هذا كلام الله أو كلام فلان وهو لم يتكلم به؟ هذا محال في العقول. وغرضهم من ذلك أن يبطلوا الاحتجاج بالقرآن، وأن يقولوا ليس عند الناس كلام لله عز وجل. القرآن الذي هو أول الأدلة القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس. فإذا قيل إنه ما في قرآن كلام الله، لماذا يستدل الناس؟ إذا أبطلوا الأصل الأول بطلت بقية الأصول، بهذا يقضى على الإسلام بهذه الطريقة. وشبهتهم يقولون ننزه الله، هذا تنزيه لله بزعمهم، ننزه الله أنه يتكلم، لأنه لو وصفناه بأنه يتكلم شبهناه بالخلق، فنحن ننزه الله عن ذلك. فجاءوا من طريق تنزيه بزعمه، وفي الحقيقة أنهم فروا من التشبيه الذي زعموه إلى تشبيه أقبح. فإذا نفوا عنه الكلام لئلا يشبه بالمتكلمين من الخلق، فقد شبهوه بالجمادات التي لا تنطق، وهذا نقص، هذا أعظم نقصاً. إذا نفوا الكلام عنه شبهوه بالجمادات التي لا تنطق، تعالى الله عن ذلك.